بشار عدلي منصور، بل من الشعب المصري الذي وضع أساس الحضارة الإنسانية وألهم شعوب العالم حديثا. إن لمصر مكانة متميزة في تاريخ وحاضر البشرية، مكانة ودور وتأثير تنطلق في المقام الأول من رصيدها الثقافي والحضاري، ومكان لا يتسق مع كل ذلك. وفي مطلع قرن جديد ان تظل إرادة شعب مصر مقيدة او ان يسلب من شبابها إرادته في صياغة مستقبلهم. لذا كان من الطبيعي بأبناء مصر ان يخرجوا في 25 من يناير 2011 ليعلنوا عزمهم على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق لأبنائها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تلك هي معالم الوجهة التي اختارها ملايين المصريين، وهي نفس الوجهة التي صمموا عليها في 30 من يونيو الماضي، مؤكدين للعالم أن إرادة الشعوب لا تنكسر وهي قادرة على منح السلطة وأيضا على ندعيها ممن يسيئون استغلالها. ولدى المصريين رؤية مستقبلية طموحة وتتطلب عملا منهجيا وفي إطار زمني منطقي، رؤية سيكتب لها النجاح بالانفتاح على كل التيارات السياسية السلمية وعلى التعددية التي تستوعب ثراء كل مكونات المجتمع، وعلى المواطنة التي يضمنها حق القانون والمساواة أمام العدالة. رؤية تتسق في مبادئها وممارساتها مع القواعد الأساسية التي تحكم الحياة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، وأهمها سلمية الحوار، نبذ العنف، سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. وإيمانا بحق الشعب المصري في أن يرى تلك الرؤية واقعا ملموسا، تقدمت خريطة المستقبل التي تسير مصر عليها منذ 3 يوليو الماضي، منهجا وطنيا واضحا لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية في إطار زمني محدد، مع دعوة جميع أبناء الوطن للمشاركة في العملية السياسية بكل مراحلها طالما التزموا بنبذ العنف والإرهاب والتحريض عليهم. واتساقا مع تلك الخريطة يتواصل العمل بالفعل على عدة مسارات أثمرت حتى الآن على ترسيخ مبادئ العدالة والحرية والديمقراطية كأساس للحكم، وجاري استكمال الدستور الوطني الجديد على أن يلي ذلك انتخاب مجلس النواب ثم إجراء انتخابات رئاسية، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية في نهاية الربيع بداية الصيف القادم. السيدات والسادة الحضور، إن عزمنا الصادق على استكمال تنفيذ خريطة المستقبل يتطلب أن نضع نصب أعيننا الحفاظ على الأمن ونفاذ القانون والتصدي لمحاولات الترويع والترهيب التي تهدف إلى إعاقة مسار تنفيذها. ولقد تعرضت بعض أنحاء في مصر مؤخرا إلى هجمات إرهابية يائسة وبائسة لم تفرق في ضحاياها بين رجل وامرأة، بين شيخ وطفل، بين مسلم وغير مسلم من أبناء الوطن. إرهاب كشف على وجهه القبيح يهدف إلى تقويض العملية الديمقراطية وتدمير اقتصادنا. وأؤكد أمامكم وبكل وضوح وثقة أن الشعب المصري العظيم الذي نجح في فرض إرادته مصر وقادر على القضاء على الإرهاب في إطار سيادة القانون. وأثق في أن المجتمع الدولي بأسره سيقف بحزم إلى جانب الشعب المصري في معركته لدحر العنف والداعين إليه، ولن يتقبل محاولات تبريره أو التسامح معه. وفي هذا الإطار أود أن أتقدم لخالص التعازي لدولتي وشعبي كينيا وباكستان على ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما مؤخرا. سيدة نائبة الرئيس، لا تكتمل رسالة الشعب المصري وفي طلاعته شباب مصر المشارك معي في تمثيل بلدنا العريق في اجتماعنا هذا دون أن أنقل إليكم أيضا تطلع مصر في تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية المعاصرة وإلى مد جسور التعاون بين الشعب المصري وكافة شعوب العالم على أساس استقلال القرار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
ووفق علاقات تقوم على الندية وتكون نتيجتها رؤية مستقبلية بناءة وحضرية. فسياسة مصر الخارجية أصبحت الآن تعكس الإرادة الشعبية وتصاغ على نحو يتسق مع مصالحها الوطنية وأمنها القومي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. ولا غلو في تقرير أننا ندرك بمسؤولية تامة ارتباط الأمن القومي المصري بقضايا وأمن أمتها العربية، كما تلتزم مصر بحكم الموقف والتاريخ والانتماء بمواصلة الدفاع عن مصالح قارتها الأفريقية وبالتصدي لقضايا العالم الإسلامي ونشر قيم الاعتدال وسماحة الإسلام وتعزيز الحوار بين الأديان السماوية وبتبني التحديات التي تواجه دول الجنوب في عالم تختل فيه موازين القوة. ومن هنا اسمحوا لي أن أعرض بإيجاز ملامح رؤية مصر لعدد من القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة في سياساتنا الخارجية. سادة الحضور، بلغت المأساة في سوريا حد استخدام الأسلحة الكيميائية والتي ندينها بشدة، ومن ثم نؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118. وبجانب تلك المأساة الإنسانية اقتربت الدولة السورية ذاتها من حافة التفكك، الأمر الذي يستلزم التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين الحرية والكرامة والديمقراطية التي يصبون إليها وتصون وحدة كيان الدولة، وهو ما نأمل في أن يتحقق من خلال عقد مؤتمر جنيف الثاني، وصولا إلى إنشاء سلطة انتقالية تضع حد للاحتراب الأهلي وللتدخلات الخارجية التي طالما حذرنا من تداعياتها. سيد الرئيس، تظل قضية فلسطين مصدر التوتر الرئيسي في منطقتنا التي ما زالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتكثيف الأنشطة الاستيطانية، حتى كاد الأمل في إمكانية تحقيق الحل للدولتين يتلاشى دون رجعة. وأزاء هذه الصورة القاتمة، فإن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لدعم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تستحق منا الترحيب والتقدير، كما أن حرص الطرفين حتى الآن على الالتزام بالانخراط في عملية تفاوضية محددة بإطار زمني يمثل تطورا هاما، الأمر الذي يدعونا للعمل على أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى تسوية نهائية لهذه المشكلة والتي تعود جذورها إلى القرن الماضي. وسوف تستمر مصر في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل أراضي الضفة الغربية وغزة وفق مبادرة السلام العربية وتأسيس على مرجعيات ذات السلة. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على حقيقة أن عدم الوفاء باحتياجات سكان قطاع غزة هو أمر لم يعد مقبولا سياسيا أو أخلاقيا، ونطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما بما يضمن وصول المواد الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع، ونؤكد استعداد مصر التعاون مع السلطة الفلسطينية وكافة الأطراف المعنية للتوصل إلى ترتيبات مناسبة لتوفير هذه الاحتياجات بطرق مشروعة وشفافة. سادة الحضور، لعلكم تتفقون معي في الرأي بأن بناء شرق أوسط جديد لن يتأتى دون ضمان الحق في الأمن المتساوي والتخلص من التهديدات التي يمثلها وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقتنا، بما يهدد مصداقية نظام عدم الانتشار بل ومصداقية الأمم المتحدة ذاتها. لذلك وبدافع الحرص على هذه المصداقية أعلن أمامكم اليوم ومن هذه المنصة الدولية المبادرة التالية: أولا، دعوة كافة دول الشرق الأوسط وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لإيداع خطابات رسمية لدى سكرتير عام الأمم المتحدة بتأييدها إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية. ثانيا، قيام الدول غير الموقعة
أو المصادقة على أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل أن تلتزم قبل نهاية العام الجاري بالتوقيع والتصديق على المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن، وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدى مجلس الأمن الدولي. وأدعو السكرتير العام للأمم المتحدة لتنسيق اتخاذ كافة هذه الخطوات بشكل متزامن كشرط أساسي لنجاحها، وهو ما يعني تحديدا ألف انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وتصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتوقيعها وتصديقها على اتفاقية الأسلحة البيولوجية. ب تصديق سوريا على اتفاقية الأسلحة البيولوجية واستكمال الخطوات التي تعهدت بها بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ج تصديق مصر على معاهدة الأسلحة البيولوجية والتوقيع والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك مقابل استكمال كافة دول الشرق الأوسط إجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل والمعاهدات والترتيبات المتصلة بها. ثالثا، مواصلة الجهود الدولية لضمان سرعة انعقاد المؤتمر المؤجل لعام 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ليتم عقده قبل نهاية هذا العام وكحد أقصى في ربيع عام 2014. سادة الحضور، إن جذور مصر ضاربة في قارتها الأفريقية، وهي تفخر بما شهدته القارة من تغييرات إيجابية عديدة وتطورها نحو مزيد من الديمقراطية والتنمية، غير أن أفريقيا ما زالت بحاجة لتضافر الجهود الوطنية والدولية والإقليمية لمساعدتها على مواجهة التحديات والنزاعات المتعددة. والتساق مع هذا الموقف المصري، أود الإشارة أننا بصدد إنشاء وكالة مصرية للمشاركة من أجل التنمية، وأننا سنعمل على توجيه معظم موارد هذه الوكالة إلى الدول الأفريقية الشقيقة، بما يتيح الاستفادة من إمكانيات والرصيد المتراكم للخبرات الفنية المصرية. سيد نائب الرئيس، إن الحديث عن ديمقراطية العلاقات الدولية الراهنة وسيادة القانون على المستوى الدولي لا يستقيم دون تحقيق الإصلاح الشامل والجوهري لمنظومة الأمم المتحدة حتى تكون أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب في عصرنا هذا. إن السبيل المنطقي والسليم لتحقيق هذا الإصلاح المنشود هو إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي، ومن ثم تجدد مصر دعوتها لإنهاء احتكار الدول الدائمة العضوية لعملية صنع القرار في مجلس الأمن، ولتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا جراء عدم تمثيلها بفئة العضوية الدائمة، فضلا عن ضعف تمثيلها بفئة العضوية غير الدائمة. فلن تتخلى أفريقيا عن مطالباتها بالحصول على التمثيل الدائم الذي تستحقه وفقا ما هو محدد بتوافق أوزوليني وفي أليان سيرت. هذا، واسمحوا لي أن أكرر عليكم في الختام أولويات عملنا ضمن منظومة الأمم المتحدة، والتي تشمل تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية والدولية، معالجة مشكلة غياب الديمقراطية في إدارة العلاقات الدولية، الإسراع بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، تحقيق ندع السلاح النووي، مكافحة الفساد بما في ذلك استعادة الأموال المهربة والمنهوبة لرموز نظم أسقطتها شعوبها. وأؤكد لكم مرة دي كانت كلمة السيد وزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي أمام الجمهور.